المهم انا شاركت في هذه المسابقه ديال التصميم ديال احسن تيشيرت، احسن تصميم تيشيرت محمد صلاح في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، اللي بدات في منتصف الشهر شهر الاواخر ديال شهر 9، وحاليا انا جيت من 10 الاوائل، يعني بقى غير التصويت ديال الناس وديال الاخوان، وراه صوتوا عليا وكنشكرهم بزاف على التصويت ديالهم اللي داروا معايا، المجهود اللي داروا معايا كاملين. والتصميم ديالي كيتحدث على كما كتشوفوا، كيتحدث على محمد صلاح شخصيا، الاهرامات، يعني الدمج ما بين محمد صلاح والثقافه المصريه العريقه، يعني الفراعنه اللي معروفه عالميا من عجائب السبع. وكنشكر على الناس اللي عطاو هاد الفرصه باش يديروا هاد المسابقه ويبينوا المواهب ويبينوا الناس اللي كتصمم مزيان. واخيرا نعاود نقول كنشكر الناس جميعا كاملين، ونتمنى يكون الخير ان شاء الله.